كنا من تقريبا من سنتين عملنا حوار مع حضرتك، اتكلمنا فيه عن رأيك في ليه ما بتشاركش في منظمات مجتمع الأعمال زي اتحاد الغرف التجارية، اتحاد صناعات، جامعات مستثمرين. بعد فترة حضرتك دخلت في مجلس أعمال مصر القطري فقط فقط. هل ده كان في ايه سبب التغير؟ انا كنت رافض خالص، انا ولغايه دلوقتي رافض. دلوقتي ممكن تحط حاجه ثانيه؟ لا لا، ده رفضت تحط صناعات. وكان بص اقول لك على حاجه، كان ساعتها الدكتور محرم هلال عرض عليا واحنا كان انا ليا شريك بعتز بيه جدا جدا جدا، وهو شريك معانا في النجاح وشريك معانا في افتتاح مصنع اسكندريه وشريك في المصانع كلها، هو الراجل المواطن القطري الشيخ محمد بن سحيم اللي ملوش اي علاقه بالسياسه ولا ليه اي منصب حكومي. فعرض عليا الدكتور محرم وقلت مش مهم، احنا عايزين نجيب استثمارات لبلدنا، كان الهدف وان انت تشغل شركات مصريه في قطر لان هم بيعملوا منشات كبيره وعندهم تنظيم كاس العالم و... فكان الهدف برضو في الاخر هو مجتمع، هو مركز شرفي وليس غير اتحاد صناعات وغير الكلام ده. ولكن يعني انا لما زلت عند فكرتي ان انا مش عايز ادخل، مش عايز استفز الناس في حاجه خالص، مش عايز ابقى في اي حاجه يقول لك ده رعيد ومجلس اداره كذا ورئيس مجلس اداره كذا وخالص خالص خالص. طب حضرتك مجلس اعمال مصر القطر بيعمل ايه دلوقتي؟ ايه دلوقتي يعني بعد التوتر السياسي اللي حصل؟ والله صدقني ما هو ما بيعملش، يعني ما فيش دور فعال دلوقتي. نتمنى من الله عز وجل ان هو يهدي النفوس ويبقى في ان شاء الله في الاخر مصر شقيقة كبرى لكل الدول، وإن شاء الله يبقى تتحسن العلاقات. نعمل إن شاء الله بإذن الله في وجود الرئيس القادم إن شاء الله. طب حضرتك في شركة قطر لديكم في مشروعاتكم، احنا كنا حابين نعرف بس التوترات السياسية دي هل أثرت على علاقتكم في العمل؟ بالعكس، حجم استثمارات شركة القطر معاك بتكون كيف؟ هذا الرجل استثمر في جميع العصور، استثمر في سنة 85، أكيد أنا كنت عيل صغير ما كنتش بشتغل في الحديد ولا واستمر لغاية ما دخل معانا في عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 2009، ودخل معانا بعد ثورة 25 يناير، وقال لي لو كنت استثمر دولار هستثمر 10 دولار، كلمته الشهيرة، واستثمر معايا في كل أيام المجلس العسكري، واستثمر معايا في حكم الإخوان، واستثمر معايا بعد 30 يونيو وضخ تقريبا حتى الآن فوق 500 مليون جنيه بعد 30 يونيو. فهذا الرجل كما قال سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، من يقف بجانبنا لن ننسى ومن يقف ضدنا لن ننسى. الرجل ده أنا يعني بطالب عشان أدي رسالة لكل المستثمرين العرب وكل المستثمرين المصريين، وكل رسالة واضحة وصريحة، بطالب بتكريمه بعد وجود رئيس هو وغيره من المستثمرين. احنا مصريين غصب عننا نستثمر في بلدنا، ده احنا مش عايزين نكرم، ده واجب وامر علينا ان احنا نستثمر. انما هو عنده العالم كله، هو وغيره، كل مستثمر اجنبي او خليجي باي جنسيه كانت استثمر في مصر بعد 25 يناير، اتمنى بان هو يتم تكريمه من الرئيس القادم. حضرتك انت عملت بعض صفحات في الصحف الأجنبية لنشر الصورة الجيدة عن مصر وتحصيح الصورة المغلوطة، واحنا نعرف ان حضرتك علاقتك كويسة جدا بالأسرة الحاكمة في قطر بشكل او اخر. انا شريكي الشيخ محمد هو راجل من هو محمد بن سحيم الثاني، ولكن ملوش اي دعوه باي، يعني ملوش اي موقع سياسي او اي حاجه. بس ايش دخل مصر في؟ يعني مش فاهم. ما انا عايز اقول لحضرتك السؤال دلوقتي، حضرتك انا في يعني ليه ما كنتش مبادر كرجل اعمال مستثمر؟ حضرتك انت مصري ومعاك مستثمرين قطريين وفي علاقات كويسه ومعايا مستثمرين كويتيين برضه، تحسن صوت العلاقات كدول كل لكم دول انا تحسن صوت العلاقات، يعني اقصد دي يعني حاولت كتير جدا ولكن انت عارف في امور بتحتاج وقت وفي امور محتاجه ان هي تتفهم. انا متفائل خير ان شاء الله باذن الله ان القياده السياسيه القادمه في مصر هتقدر تحتضن الوطن العربي كله، انا متاكد ان شاء الله. طب هيكون عايزينها في الحقيقه التركي ليه بيلقى رواج في السوق وسعر ارخص عن منتج مصر؟ عمره ما كان سعر ارخص. لما بنتكلم على تركيا بقى تعالى نختلف شويه عن اللغه. التركية هي مش وطن عربي، هي سوق، عايزة مصر سوق استهلاكي فقط، هي سوق صناعي عايزة ترمي كل منتجاتها في مصر، هي سوق بيتمنى لك ان انت تنهار
صناعيا عشان منتجاته انت بالنسبه له 90 مليون مستهلك، على على الوجه السياسي فهي لن تعترف بثوره 30 يونيو ولن تعترف بثوره شعب حقيقيه، وسموه انقلاب. واخر تصريح للاستاذ اردوغان قال مهما الرئيس القادم لن نعترف بالفريق السيسي المشير السيسي اذا جه او اي رئيس قادم، فهو مش معترف بيك كدوله. فانا مش فاهم انت مستني ايه عشان ما تقطعش العلاقات التجاريه، اذا كان هو حجم التجاره الحره ما بينك وما بينه 5-1، يعني 5 مليار دولار هو بيجيب لك منتجات هنا وانت بتدي له بمليار، انت مستني ايه عشان يعني ايه هو اللي انت منتظره من تركيا؟ واحد بيقول لك انا مش معترف بيك كدوله في اخر تصريح لي، ولا هو دوله عربيه ولا في امل ان العلاقات، ده هو مش معترف باي رئيس بغض النظر مين اللي هيجي، وهو مستفيد منك 100%. يا اخي انت النهارده مش قادر تصدر اتفاقيه التجاره الحره اللي اتعملت ايام المهندس رشيد، تتلغي. الله، هو انت ما شاء الله ماشي كويس بره، بتقدر ترد. صورتنا بره فيها مشكله. انا بقول لك، وانا لما اشترينا التايمز واشتريت الحاجات دي مش ده حاجه اقل حاجه تتقدم للبلد. بس ليه انا عملت كده؟ لان انا لما بسافر بره، واي حد ممكن يسافر بره، في مشكله، لان احنا عالميا بره لازم نبين الحقيقه، هم مش شايفين الحقيقه، ما وصل لهم عكس الحقيقه. فانت النهارده تركيا صبر عليها ليه؟ مش الحديد، سيبك من الحديد، صبر عليها ليه؟ يعني ايه هي اللي هتفيدك؟ يعني اذا كان حجم التبادل التجاري 5-1، طب ما تسحب السفير وقصه يا اخي. انا بتكلم على اقتصاديا، وانا دايما قلت ثوره 30 يونيو حمت مصر اقتصاديا من تركيا. انا ما مش فاهم، يعني ما اعرفش، يعني السيد وزير ما اعرفش هي مسؤوليه مين، ولكن انا اتمنى من الاداره السياسيه القادمه ان تاخد بالها كويس قوي ان تركيا، احنا انا نفسي علاقتنا بالدول كلها تبقى كويسه، ولكن تركيا في خطر اقتصادي. تركيا حصل متوسط دخل الفتره من 10 سنين كان 1800 دولار، النهارده 18000، وصل 22000 في اخر احصائيه دولار. مصر في ناس عايشه ب 2 دولار في اليوم، مكملتش. فانت عايز تبني وعايز تعمق وعايز تبقى. تركيا كانت سنه 93 بتنتج 4 مليون طن، النهارده بتنتج 40 مليون طن حديد. تسال كم منهم؟ بتستهلك 12 وباقي للتصدير. شوف بقى بيجيب عمله صعب. طبعا. فانت النهارده يعني لازم تخاف اقتصاديا على بلدك، وهو ادالك الفرصه خلاص، هو بيقول لك انا مش معترف بيك خالص. تمام. طب يا اخي اصدق، قول الغاء الاتفاقيه. ليه صبر؟ صحيح. طيب الحديد برضه تركي ما وصلناش لحل ايه؟ هو ليه سعره بيكون هنا متحوط؟ صدقني والله صدقني. هل في مثلا الاتفاقيه دي مثلا، ولا في تهريب؟ اتفاقية بتاعت رشيد عمال مهندس رشيد فترته، احترامي لكل ولا في تهريب؟ بص يا فندم، ولا التاكد بيعمل ايه بالظبط؟ انا هدي لك مثل عشان بس الناس تبقى فاهمه حقيقه الموضوع. عندما يدخل الحديد التركي وغيره لن يتم دفع اي جمرك او اي ضريب او اي جمرك عليه. لما انا بجيب مصنع، بعمل مصنع ب 2 مليار جنيه في الصعيد، بدفع جمارك 5% وبدفع ضريبه مبيعات و يعني باي منطق واي تشريع؟ زي ما انا بقول لحضرتك لازم يبقى فيه قوانين استثمار قويه. ان انا اجيب حديد تام الصنع ومنتج نهائي من غير زيرو جمارك، جاي من بلد اجنبيه، وانا صناعتي المحليه بجيب مستلزمات التصنيع او المكن نفسه عشان اعمل صرح في الصعيد او غيري، يعني ادفع عليه جمارك. لك ان تتخيل، هتقول لي الحديد التركي ارخص، اغلى. بعد كده الرئيس القادم من ضمن برنامجه لازم يكون في حاجة أشجع صنعه في مصر في مصلحة المستهلك، ولكن أشتري المنتج المصري يا أخي ب10% زيادة. تمام. بس عشان أقدر أعمل صناعة وصنعة في مصر. النهاردة حملة الرئيس القادم أو أي رئيس ممكن يجي يحكم مصر، من ضمن مبادئه وإنجازاته لازم يبقى صنعة في مصر. صحيح. صح؟ طب برنامج الرئيس الاقتصادي شايفه إزاي؟ يكون إيه أهم المحاور اللي فيه برضه؟ احنا في رئيس جاي دلوقتي في برلمان، رئيس هيجي وهنعمل حكومه جديده وبرلمان وهنشرع قوانين. فبرنامج الرئيس الانتخابي اللي هينجح عليه من الشكل الاقتصادي شايف ايه المطلوب فيه؟ اولا اول حاجه قوانين الاستثمار، زي ما انا بقول لحضرتك كل التضارب في قوانين الاستثمار لازم تتحسن. لازم يعمل قانون لعدم الخوف، هو يجيب وزاره قويه جدا، مفيش حاجه اسمها خايف امضي، خايف امضي زهقنا منها. قوانين لعدم الخوف طبعا. شوف اختار دايما عشان تنجح، باختصرها لك في عشان انا ممكن اقول لك في البرنامج، ممكن اقول لك لازم يبقى عنده في برنامجه يقول لك انا هنظم كاس العالم 2026. ايه يا عم ده، انت جايب صفر قبل كده. ايوه بس قبل كده حاجه ودلوقتي حاجه. انا الشعب كله دلوقتي عايز
عنده إرادة إن هو يعمل حاجة لبلده، وعنده شوية غيرة دلوقتي بدأ يحسها على مصر. فلما أقول أنظم كأس العالم يعني 12 محافظة ممكن أعملهم من البنية التحتية لغاية أحسن فنادق، أقدم ملف بكده، لو ما فزتش أعمل الخطة دي. فمن ضمن البرنامج ممكن يبقى أقول لك مثلا تنظيم كأس العالم، مثلا الإسكان. أنت العشوائيات هي قانون، العشوائيات مشكلة أزلية في مصر. حلها أولا لازم تقول لفترة محدودة 5 سنين أو 4 سنين فترة حكمي في وزارة للعشوائيات، لأن وزارة العشوائيات غير وزارة الإسكان. الإسكان مش مسؤولة، هي جزء منها العشوائيات، بس عشان أحل المشكلة خلي ناس مختصة بس يبقى ليها كل حاجة. العشوائيات في الإسكان والعشوائيات في الصناعة والعشوائيات في التجارة والعشوائيات إيه بالظبط؟ والوزارة تشمل العشوائيات كلها؟ لا، العشوائيات بتاعت الناس اللي ساكنة الغلابة الأول، العشوائيات في الصناعة وزير الصناعة مجبر اللي هو يبقى قوي ويتخذ القرار. احنا اتفقنا ان هي وزارة قوي. تمام، ما خافش يقول كل واحد يقول لك لا اصلا هتسجن يبقى الدولة مش هتقوم. صحيح. ما حدش بيمضي يبقى الدولة مش هتقوم. صحيح. سجن يعني ايه؟ فرئيس القرار لازم حكومته تاخد قوتها منه. تمام، بقانون عشان يبقى قاعد مستريح. ودايما بقول لحضرتك اختار الاحسن والاكفأ تنجح. صحيح. عايز تفشل اختار الأسوأ الضعيف. طب حضرتك احنا بنواجه أزمة في الطاقة في مصر بشكل عام، في بعض المصانع عملت بدائل أو حلول بديلة زي ما سويس الأسمنت مثلا، عملت مصنع اللي هو بتاع حرق المخلفات وانفاس طاقة منه. كنا عايزين نعرف حضرتك بالنسبة للمشروعات حضرتك أو مصانع هتواجه الأزمة دي ازاي برضو؟ احنا دفعنا للدولة، كانت ميزانية الكهرباء دفعنا لها 440 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء. ولكن انا بطالب السيده المحترمه الدكتوره وزيره البيئه محترمه جدا 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 ان هي لازم موضوع الطاقه الجديده والمتبدله دي ده موضوع بيطول شويه، ولكن استخدام الفحم اللي هو مستخدم في اوروبا ومستخدم في امريكا وفحم الكوكيا بتعارضه، وفي ثمان وزارات كنت معاها من حوالي اسبوع بيقول لك في ثمان وزارات بتعارض فحم الكوك تاثيره الصحي مش كويس. لا، ضمنهم السياحه سميتها وسمت الخارجيه وقالت لي عندهم في البيئه، والتجاره والصناعه ما قالتهاش. لا معلش تكرس. شوف اقول لحضرتك على حاجه، احنا في حديد المصريين دافعين 160 مليون جنيه للبيئه، بس ما كان للبيئه. ان العالم اختلف كله دلوقتي خايف على موضوع، العالم بره مختلف جدا كله، لما بتيجي تقول اشتري مصنع او اعمل مصنع فاول حاجه يكلمك عليها البيئه. حضرتك تحط شروط اذا لم يلتزم بها حديد المصريين او اسمنت السويس او مش عارف ايه في حاله استخدام الفحم تقفلي لي المصنع بالضبه والمفتاح. انما حضرتك مش موافقه على خطر انت خايفه منه. الكلام ده مش منطقي. بس بقول لحضرتك اوروبا كلها شغاله بالفحم، الامريكان شغالين بالفحم، روسيا شغالين بالفحم، بس هما ازاي بيستخدموا الفحم؟ هي الان من قدره المصري وليها حق في استخدامه للفحم، انما انت حضرتك حطي لي شروط عشان امشي عليها، لو ما مشيتش بالشروط دي اقفلي لي، انما ما تقفليليش المصنع من دلوقتي وفي ازمه طاقه واحنا عندنا ازمه طاقه رهيبه. اه طبعا. وتشردي لي العماله وما بقاش في انتاج. لا ما ينفعش. في حلول. كل الكل. حاجه في الدنيا فيها. طب حضرتك بتتكلم على الطاقه النظيفه والجديده المتجدده والطاقه الشمسيه فيها. طبعا الطاقه الشمسيه لازم تبقى فيها، في منطقه في مصر بيقال ان هي اكبر منطقه في العالم ممكن تستوعب طاقه شمسيه، طاقه شمسيه، وفي حضرتك طاقه الرياح وبدأنا نعمل فيها، وكانوا بيقولوا في الطاقة الجديدة والمتجددة ان هي تبقى في طاقة الرياح يمكن 6000 ميجا في 2020، وانا بشك في الكلام ده لان ده لسه بيعمل اول 200 ميجا، فمش عايزين نقول ارقام ما نقدرش ننفذها. حلو قوي يبقى عندك بدائل. حلو قوي تشتغل على جميع المستويات. تمام. ولازم الدولة تساعدك في جميع المستويات، ولكن الازمة فيها حاجة دلوقتي لازم تتحل. مصانع متوقفة بسبب الطاقة حضرتك او الغاز، نقص الغاز. تمام. اديني حضرتك انت سمحت لي باستيراد الغاز، ما حدش هيستورد عشان هيبقى استورده عليه 12 دولار وات. طب انت بتطلعه بكام؟ ما تشوف حسبتك انت بتطلع بكام. انا مش عايز الدوله تكسب من بيع الطاقه للناس، انا نفسي الدوله تدي بس ما تخسرش. تمام. يعني الدوله لما 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 تبيع ما تدعمنيش، تديني بالتكلفه الحقيقيه ولا تكسب لان انا بعمل مصانع وعشان اشجع. تمام. ولا اخسر. تمام. في انما مش ممكن عندك يا اخسر
جامد جدا والدوله تتحمل موازنه رهيبه، يا امنع حاجه بديله زي الفحم. مش عيب. طيب حضرتك، كنا حابين نعرف حجم انتاج مصانعك في السوق دلوقتي كام؟ متوقع اخر افتتاح المشاريع كلها ان شاء الله 2015 هيكون كام؟ بعد مصنع اسكندريه بقينا 800,000 ان شاء الله، باذن الله بعد المصنعين الكبار باذن الله هنبقى 1,850,000. طب دلوقتي مثل كام وبعد؟ باقي 1,000,000 طن يعني ب 800,000 يعني كام في الميه من حجم السوق؟ دلوقتي بعد مصنع اسكندريه ممكن نبقى وصلنا ل 10%، بعد ما نخلص كله ان شاء الله باذن الله نبقى من 20 ل 23%. يعني احنا دايما بنقول من 20 ل 25% على حسب الطاقات الواقفه، او يعني ما بنعرفش الظروف لما نيجي نشتغل، حد وقف حد ما وقفش، فتقريبا من 20 ل 25% ده ان شاء الله 2015 ان شاء الله يعني نهايه 2015. طيب حضرتك، في البعض بيقول بان علاقتكم بجماعه الاخوان المسلمين وفي قطر، وعلاقه قطر بالاخوان بانك تنتمي للجماعه او تسعى لتحقيق اهدافها في الماضي، ما حقيقه ذلك؟ السؤال ده هو انت قديم شويه يا ريس. السؤال ده هم بدا شباب الاخوان، عشان يعني لان احنا ردنا هو في ربط بين قطر والاخوان واحمد ابو هشيمه. بص يا فندم، بس هي الفكره في كده بس يعني. بص الاخوان انا قلت 100,000 مره، 100,000 مره ان انا عمري ما كان لي علاقه بالاخوان، وانا مش انا راجل صناعه مش هتكسف يعني. بس انا ولا حتى كنت في جمعيه ابدا ولا لجنه التواصل، تاني بقول ولا في جمعيه ابدا ولا في لجنه التواصل، ولا تعامل ليا تعامل جنيه واحد مع الاخوان، ولا عندي تعامل تجاري ولا شراكه ولا اي حد. واجهزه الدوله اظن قويه جدا 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 بالقدر الكافي اللي تعرف مين احمد ابو هشيمه، ولو كان عليها حاجه او كان في اي حاجه على الاقل كانوا قالوها. ده صحيح. حتى شراكه ما هو ممكن ما يكونش حاجة، بس أنا ما بنكرش حاجة، هي من واقع الخيال اللي طلعها. تمام. أما قطر فأنا ما زلت بقول إن أنا ليا شريك بعتز بيه جدا، والناس فاكرة نقطة ضعف وأنا بقول له لا، مصر كبيرة، مصر بترد جميل لأي حد في الدنيا. صحيح. أنت راجل استثمرت في وقت صعب جدا وفي جميع الأوقات، والناس بتعتبر دلوقتي إن في نقطة ضعف ان انا شريكي قطر، انا بفتخر بيك وانت شريك اساسي في النجاح معايا. يعني افرح بافتتاح مصنع اسكندرية، ما تتأثرش بالكلام. لا كان هنا بس ما حضرش الانتاج يعني. وانا على هو ملوش اي مركز سياسي في قطر، هو رجل اعمال بيستثمر في كل حتة في العالم. ما ان شاء الله باذن الله يبقى في رساله من الرئيس القادم لتكريم كل المستثمرين الاجانب اللي اشتغلوا بعد 25 يناير، لان دول ضحوا بحاجات كتير قوي عشان كل المستشارين بتوعهم قالوا لهم ما تشتغلوش، وهم اشتغلوا، مش الشيخ محمد بس، كل اللي اشتغلوا بعد 25 نلمهم كده والرئيس القادم يكرمهم، عشان دي تبقى رساله ان مصر بتكرم من يستثمر فيها. اتمنى الفكره دي احمد بيه، يا ريت والله. لا انا بتمنى بطلب من الرئيس القادم لو سمحت يا سياده الرئيس، المصريين انا واحد مش عايز ولا اتكرم ولا عايز حد حتى يقول لي شكرا، انا ما حدش بيقول لي شكرا يا محمد، بس انا بقول لك سياده الرئيس، اتمنى من سيادتك انك تكرم كل من مستثمر عربي خليجي اجنبي بعد 25 يناير شركة كبيرة كملت واستثمرت في هذا البلد، لانها استثمرت في ظروف صعبة جدا في ظل حكومات متعاقبة، انا اسف اقول ضعيفة جدا، لن تتخذ قرار، وصبروا وكملوا، وكل ده بيعود على الاقتصاد المصري حتى لو بالنسبة صغيرة. فدي هتبقى رسالة للعالم كله ان سيادة الرئيس القادم هو بيفتح صفحة بيضاء مع الناس كلها، بس مش هيقدر ينسى زي ما هو زي ما تقال مثلا من قائد الاعلى للقوات المسلحه، احنا مش هننسى اللي وقف معانا. صح. طيب حضرتك كنت تتوقع سقوط جامعه الاخوان بالسرعه دي على طول؟ نظام الحكم الاخوان كله يعني كرؤيه ليك؟ شوف هقول لك على حاجه، انا قعدت يعني مع الرئيس في اكثر من لقاء، وسافرت معاه جوله تقريبا مره رحنا الصين، وما قعدتش معاه يعني. لا قعدت معاه في لقاءات مع المستثمرين ورجال اعمال اكثر من مره، قعدت معاه وسافرت معاه جوله. لا هقول لحضرتك على حاجه، شوف انا ما كنتش اعرف ولا الشعب المصري، احنا ما نعرفش كل من كان يهتم بجماعه الاخوان المسلمين كان قبل 25 يناير، يمكن الاجهزه الامنيه الناس العاديه، انا عن نفسي ما اعرفش حاجه عن الاخوان قبل 25 يناير يعني ما اعرفش. هم كانوا في البرلمان في 2005، بس ما كنتش قوي بحضر جلسات البرلمان، ما كانتش يعني. بعد 25 يناير اصبح الشعب المصري كله سياسي. صحيح. 90 مليون
صحيح. فبدأنا وأنا واحد منهم يعني، فبدأنا نعرف مين الإخوان ومين السلفيين ومين ومين ومين. شوف الشعب المصري هي بتحليل بسيط جدا، هو محمد الدكتور محمد مرسي نجح على الفريق احمد شفيق بقد ايه؟ بنص في المية. طيب يعني كان معاه 12.5 مليون، نص الشعب ما كانش معاه، و12 مليون كانوا مع الفريق شفيق. طيب هو اول ما جه عمل ايه في السنه اللي عدا بقى؟ اول ما جه خسر من ال12 ونص بتاعه يمكن 7 مليون بالاعلان الدستوري العجيب اللي عمله. ماشي. ثانيه، انت ليه ما فكرتش كمان؟ طبعا انت خسران ال12 ونص المليون التاني، الاولين اصلا خسران مليون، التاني خسران. طب بقيت الشعب بقى في الشعب بقى اللي منزلش انتخب ولا يهمه انت ولا الفريق شفيق ولا حسن، ده اللي يهمه اكل العيش. المهم ده كمان قام عليك لان انت اتخانقت مع كل اجهزه الدوله، مؤسسات الدوله، مع ال 12 ناقص في العيش، ناقص في السولار، ناقص في البنزين، مع ال 12 خليني بس معاك، من 12 ونص مليون اللي هم ما ادولكش صفته، مع ان انت خسرت تقريبا 7 مليون في اللي انت عملته. وما اشتغلتش ولا يوم اقتصاد واكل عيش، وهي اهم حاجه لما تمس الشعب المصري بعد الثوره العظيمه اللي عملها في 25 و30، هي ان انت، هو ليه قام بثوره الشعب؟ عشان ايه؟ حريه وقرار وعيش وعداله اجتماعيه، وعيش وعداله اجتماعيه. طب انت النهارده في في اولويات في الحياه. انا قمت بثوره وفرحان عشان ممكن مستوايا يزيد وقيمه البلد تزيد، واحس ان انا مصري كده محترم قاعد في بيت، حتى لو اوضتين وصاله بس في ميه، في كهرباء، في لقمه عيش، في مرتبي بيقضيني، في الانفليشن او التضخم بيقل فانا الاسعار بتقل، في اي حاجه. صح. فانت النهارده الثوره عرف طريقه، الشعب هو المعلم والقائد. صحيح. والشعب عرف طريقه. مش معنى كده ان انا صور على طول غلط، عشان بس الناس ما تفهمش يعني ابوس ايدين الناس نبدا بقى ثوره العمل والانتاج. بس انا قصدي اذا كنت انت جايب الفكر ده فانت سنه كتير عليك. انت بتقول لي في بدايه السؤال ثانيا، والحاجه الثانيه سنه كتير عليك، سنه كتير عليك. والحاجه الثانيه والاهم، انا ما اعرفش ان انا صراحه، انا كمواطن بقى مصري خالص، ما اعرفش ان انا في حاجه اسمها تنظيم دولي، ما كنتش افهم. والمكتب الارشاء، المصريين عندهم برضو هي حاله من العند. انت تقول لي تنظيم دولي وتقول لي تيجي تحكمني، وتقول لي اصل الاوامر تجي لي من مكتب يا اخي الغي مكتب الارشاد ده واعمل حاجه اسمها حزب الحريه والعداله، ومفيش حاجه اسمها مكتب ارشاد، في حزب، هو ايه جماعه وحزب تنظيم دولي؟ الناس حاله مصري رغم ان هو فقير وبسيط، ولكن هو حاله تركيبه من العند، في حاله ان هو يرفض الكلام ده. فانت كمان ده مع ده مع ده، سنة كانت كتير. الشعب مش قام بثورة عشان حاجات معينة ملقاهاش في فترة كلها، وده اللي بننصحه بالرئيس القادم او الحكومة. اصل الرئيس القادم لو هو عايز يشتغل والشعب مش عايز يشتغل، في مشكلة، حكومة قوية، برلمان قوي، رئيس قوي، حاجة زي الفل، غير كده مفيش، يبقى هنرجع تاني برضو ان شاء الله. لا مش ان شاء الله. طب حضرتك الفكرة بتاعت انت بتنوي الاستثمار في مشروع تنمية قناة السويس والمحور والقصة دي انا كنت بقى مقدم مشروع اسمه الحلم. ويمكن يعني حد قال لي النهارده ان انا هاخد عليه جايزه، رغم ان هو ما تعملش منه حاجه، بس انا شفت حاجه ليك تقريبا في السعوديه مع حد بتعرضه معاه في السعوديه، امير الوليد بن طلال. الوليد بن طلال شفت حاجه ليك، وما زلت بتمنى. وبدا يعني هنا تقدم لناس، في ناس مسؤولين كبار. المشروع ده مش انا، مش ما اقدرش، ده مشروع دول، بتمنى هي فكرتي بس انا هديه للدوله كل الدراسات، لو حتى اشارك فيها اشارك فيه بنسبه ان شاء الله بنص في المية، ده لو ينفع. ولكن هي مشروع انشاء مدينه صناعيه شمال غرب خليج السويس، مش 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 منطقه مش 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 منطقه مش مش منطقه بس لا، هي مدينه صناعيه متكامله تحقق حوالي 500 الف فرصه عمل غير مباشره، و200 الف مباشره، و250 الف. ف يعني المشروع بتمنى ان النبذه هي مدينه صناعيه متكامله فيها كل استورد الطاقه بتاعتها، وهي اتمنى ان هو يبقى ده الحلم العربي اللي انا بتمناه، ان هو يبقى فيه كل الامارات الشقيقه، السعوديه، الدول العربيه يعني، قطر، كل ييجوا ومع الحكومه المصريه او القطاع الخاص المصري او قطاع البنوك او ايفر. يعني هو القصه ان انا المنطقه
بتاعت شمال غرب خليج السويس دي منطقة استراتيجية كموقع على مستوى العالم، وانا ممكن اعملها بطريق يعني المناطق الحرة، اصنع واصدر واشغل عمالة، وزي ما انا بقول لحضرتك هي قايمة على استيراد الطاقة او الطاقة المتجددة او طاقة الفحم 14 كيلو في شمال غرب خليج السويس، ولكن هي مش انا اللي عاملها، دي مشروع دول يعني. انما انا كفكرة انا بتمنى ان هي تتعمل ان شاء الله. طب حضرتك هل انت مع ترشح الفريق السيسي للرئاسة او لا، ولماذا؟ المشير السيسي. المشير السيسي. شوف اقول لحضرتك على حاجه، لما شويه في الاول خالص كنت بتمنى في الاول يعني يمكن من شهرين ثلاثه بتمنى ان الفريق المشير السيسي يفضل زي ما هو وزير الدفاع، ولكن رؤيتي اختلفت طبقا للشعب. شوف، الرئيس القادم لازم يتسم بالزعامه، مش رئيس عادي، الرئيس القادم يتسم بالزعامة، يبقى عنده قدرة على لم الناس حوالين فكرة القومية المصرية الأول، إن أنا أبقى مش القومية العربية قبليها المصرية، فكرة الغيرة على الوطن، فكرة الناس هتقبل منه تستحمل شوية، هي دي صفات الزعيم. تمام. تستحمل إيه؟ يعني لما أجي رئيس في خلال 6 شهور انت حضرتك مرتبك 1000 جنيه معيشك يا دوب بالعافية، بعد 6 شهور مش هتزهق. تمام. عشان انت في واحد مقتنع ان هو بيشتغل ما عندوش، ممكن يزيد بعد شوية مع الراجل ده يعني. مع الراجل ده. الناس تستحمل عشانه، الناس عايزة تساعده، هو عنده الارادة، في ارادة شعبية، في حلم عربي بقى. في تكتل عربي على هذه الشخصية، جاي من مؤسسة اللي كلنا، ودي مشكلة البرة اللي مش فاهمين ان احنا كلنا بنعشق الجيش المصري اللي هو كان سبب رئيسي في ثورة 25 وثورة 30. بكره قوي كلمة حكم العسكر دي، كلمة بحس ان هي صهيونية الكلمة دي يعني. قمية. صدقني انا مع عمري ما شفت المنشور السيسي يعني، صدقني في اطمئنان لدى المستثمرين العرب والاجانب. العرب على سبيل الخصوص، لان الاجانب مش هيجوا يستثمروا قوي عندك، ما تتوقعهمش قوي. لو الراجل ده جه، كل العوامل غيرت فكري. تمام. فاصبحت مع احترامي يعني انا بحترم جدا جدا الاستاذ حمدين صباحي في قرار نزوله، لان فعلا احنا لازم نقدم صوره حضاريه ديمقراطيه في الانتخابات الرئاسيه اللي جايه، نثبت للعالم كله ان احنا فعلا هذه البلد رايحه على الطريق الصحيح. وبتضايق جدا لما الناس بتشتم اي مرشح، ان شاء الله ينزل 200 مرشح، خلي الناس تنزل. بس انا خايف الرئيس اللي جاي الناس ما تستحملش، يحصل نفس الكلام، او هو يبقى عنده رؤيه بطيئه شويه مع طموحات، ومفيش قبول شويه او في قبول بس الناس مش هتستحملك يا اخي. فانا لقيت ان في عوامل كتير قوي ممكن في شخص المشير السيسي ممكن تساعد على نجاح مصر. هو التاريخ هيخلد اللي هينجح، ولكن احنا جيل كامل ممكن يفشل ونروح يعدي السنين وتيجي احفاد احفادنا ولا يفتكرونا بكلمه عدله. احنا عايزين نبني بلد، عايزين نبني وطن. خلي بالك اذا توافقت الارادة السياسية حتى في وجود المشير، وتوافقت ارادة الجيش، وتوافقت الحكومة وكله ان احنا نبني البلد، والشعب مش عايز، مش هنبني حاجة. صح. الشعب هو المعلم والقائد. صح. فعشان كده انا رحت ملت شوية على لا، الراجل ده هي مهمة وطنية ان هو ينزل، مهمة وطنية ان هو لازم ينزل، لان الشعب هو اللي بقول لك المعلم، فهو الشعب اللي ممكن يستحمل شويه، ممكن يشتغل اكتر، ممكن يبقى عنده اراده اكتر. وبعد كده من الشخصيه اللي انا بسمع عنها والشعب كله، انا ما عنديش معلومه يعني عن الراجل، بس ان هو كمان عنده حلم عربي، وده اللي انا بتمناه صراحه. عنده فكر غير عدائي لكل الناس، مش عادة ده فعلا ضعيف. فممكن نتفائل وممكن نلاقي مفاجأة هو عملها لنا
غير دلوقتي يعني محدش يقدر يعني يتخيلها. ممكن يعمل مفاجأة، يمكن بعد 6-7 شهور لما الدنيا تهدى تلاقي عمل صلح لمصر كلها. ممكن صدقني انا يعني على اللي بسمعه في شخصيته ممكن يبقى كده. طب حضرتك في قلق من الاتحاد الاوروبي وامريكا والدول الغرب كلها بشكل خاص؟ الاتحاد الاوروبي مطلع بيان الاسبوع اللي فات، حضرتك كده عرفته؟ عشان كده قلت لك انا رحت في التايمز جيمس وروح اتكلم السفير برضو من اسبوع في المجلس المصري الاوروبي برضو انتقادات شديده، وان مفيش عداله ومفيش ديمقراطيه ومفيش حريات للصحفيين والاعلاميين. شوف يا فندم هقول لحضرتك على حاجه، اذا اعترفنا ان الست شهور اللي فاتوا مروا بدون اخطاء نبقى كذابين بنكذب على نفسنا، وده غلط. في اخطاء ولكن اخطاء جسيمه. موضوع صحفيين، اي صحفي النهارده العالم كله فيه حريه، فيه حريه. ولكن معلش استاذنك في كلمه، في امن قومي ل 90 مليون بني ادم. انا استحمل دلوقتي كل الانتقادات بس انا احافظ على البلد. انتوا عايزين تخلوها ايه؟ مش كفايه سوريا وكفايه اليمن وكفايه المشاكل اللي في ليبيا ولا ايه؟ طبعا. احنا بقى 90 مليون طبعا. فعشان كده باجي اقول ايه، في اخطاء، في مشاكل في الحريه، في ممكن طبعا، بس في امن قومي صحيح، واللي هيتحاسب على الامن القومي ماسكين البلد. فانت النهارده ما تقدرش ترضي كل الناس، بس بعد كده صدقني عندما تهدأ النفوس ويتم الانتخابات ويبقى في بلد، انا متاكد لا عوده لثوره لما قبل 25 يناير من قمع وبتفائل خير. بقول لك في وجود شخصيه ممكن تجمع المصريين. يا اخي نفسي نرجع نحب بعض، نفسي ان شاء الله البلد دي لو قامت على الحب بس هتبقى ان شاء الله. حضرتك برضو سؤال، انا استشفيت اجابته من سيد حضرتك اللي فاتت. انت رايك في ثوره 30 يونيو، رايك فيها انقلاب ام موجه سنه 25 يناير؟ هو انا بسال لكل الانظمه الخارجيه والاجنبيه وكل الناس اللي قناه الجزيره، بقول لهم ما هو الفرق ما بين 25 يناير و 30 يونيو؟ 25 يناير صار نزلت الشباب وحصل يوم الغضب 28 وتدخل الجيش وضغط الشعب، ضغط على رئيس اسمه محمد حسني مبارك كان منتخبا. صحيح. بغض النظر بقى تقول لي تزوير مش تزوير، 50% كان منتخب ولكن وضغط الشعب وحصل يوم 11 فبراير الراحل المحترم الله يرحمه عمر سليمان قال خطاب التنحي، لواء عمر سليمان. لا يعني انا اعرف استاذ فرج ابو زوج بنته اكيد، يعني هو كان معاه في امريكا وهو الراجل شايفه قدامه يعني. ولكن بقى ساعتها الحكم كان في ايدين المجلس العسكري، صح؟ صحيح. خليك معايا. صحيح معك. حكم مين؟ المجلس العسكري. طبعا. طيب يعني ممكن يتقال عليه انقلاب عسكري؟ مش ما تقالش انقلاب وكل العالم قالت ثورة مصر العظيمة، ثورة مصر في 25 أبهرت العالم، وكل واحد طلع توني بلير قال لك وأوباما قال وخلاص تمام. طيب. في 30 يونيو من أمريكا قالوا استقيل يا مبارك وتنح. في 30 يونيو خرج 20 ضعف اللي خرجوا في 25 يناير، وكان الناس واقفة قايلين قبليها في حركة تمرد من شهر 3 أو 4 هنعمل في 30/6/30/6/30/6 لن تستجيب القيادة السياسية المتمثلة في الدكتور محمد مرسي في أي طلب من الطلبات. استهتر بالناس، نزلت الناس يمكن 30 مليون نزلوا الشوارع، وقفوا ومش هنروح. والإخوان قال لك احنا كمان مش هنروح. ما هو المطلوب؟ وكان مطلوب ايه بقى؟ انتخابات رئاسية مبكرة. ده صحيح. ولا قلنا نقيلك أو استفت ولا أي حاجة. يا أخي اختبر شعبيتك. نعم استفت تكمل كمش يا أخي اختبر شعب. يا أخي احقن الدماء. أنا كتبت كده على تويتر بتاعي. لما أنت تحقن الدماء ما هو شعبين هيتخن. جيش مصر الإخوان اللي بيقولوا انقلابيين في الحالة دي يعمل إيه؟ يقول لك لا هو واقف مع طرف ضد الطرف. ما هو الطرف اللي بيحكم كان في طلب من 30 مليون ان يعمل انتخابات رئاسيه مبكره، حته الطلب
وقبل الانتخابات الرئاسيه المبكره كان في مجموعه طلبات، منها اقاله الحكومه، ومنها رفض برضه كل حاجه رفضها، ومنها تعديل الاعلان الدستوري، ومنها 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 كل حاجه رفضتها. طب بقى تعالى انتخابات رئاسيه مبكره، لان انت راجل حتى ما اكلتناش عيش، والاقتصاد بينهار، والدولار بيرتفع، ومستوى المعيشه، والغلبان بيزيد غل، وتنظيم دولي، ومكتب ارشاد، صح؟ حقيقي. حلو. لما الجيش في بيان الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وكان قاعد كل اطياف الشعب من الشيخ الازهر للبابا، لا 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 لا، قال خارطه الطريق، ما الذي حكم مصر؟ الجيش برضه. لا مش خارطه الطريق، خارطه الطريق اتقالت، الذي حكم مصر هو الراجل المحترم اللي فعلا مشرف مصر، المحكمة. هو المستشار عدلي منصور. والحكومه مين اللي تشكلها؟ الرئيس. هتيجي تقول لي لا الجيش بيحكم، اقول لك لا، الجيش حكم حقيقي في 25 يناير اللي قالوا عليه ثوره حقيقيه. هل ده بقى 30 يونيو حصلش. ما حكمش صحيح، حكم لا المحكمه الدستوريه وخلاص، ورئيس دوله وفي شكل. وبالمناسبه دي انا خلاص. انا يعني صراحه يعني هذا الرجل قيمه وقامه لمصر، قدر حتى يا اخي الاخوان مش قادرين يتكلموا عليه، لا رتش فيه، لانه لا. اكبر كل الناس على احترام. صحيح، صح ده صحيح. فانا بوجه له كل التحيه، واكيد كل الشعب حابين فيهم الاخوان هيوجه له التحيه. طيب. فانا بقول لك اكيد لو هتسموا 25 يناير ثوره، ف30 يونيو هي ثوره الثورات. تمام. حضرتك في سؤال بس اخير لي، ان هو حضرتك في سبب يعني ما سبب اقبالكم على امتلاك قنوات ووسائل اعلام وحقيقه انشائكم لقناه جديده؟ انا يعني حضرتك خدت في المحور شويه وطلعت واليوم السمع حضرتك موقع جورنال وسمعت بتعمل قناه. شوف اقول لحضرتك على حاجه، يمكن انا مجالي الصناعه وحاجه اللي بفتخر بيها، يمكن الاعلام دخولي فيه سبب كتير جدا جدا جدا، من هم ناس صراحه يعني بتحاربت كتير جدا بالباطل، وكله بقى عادي يعني. انا صراحه عندي قوي في النجاح، ومش عندي في النصيحه. الاعلام سبب لي مشاكل كتيره جدا، ومن الواضح ان في ناس بس عايزه تحتكر هذا المجال، من الواضح جدا. وانا بنصح الدوله بجميع مؤسساتها لا احتكار في اي حاجه، و يعني انا رجل صناعه مش رجل اعلام عشان يرتاحوا. طب حضرتك انت معاك قناه دلوقتي ومعاك؟ لا معيش قناه. سامعك هتنشئ قناه ده فعلا ولا لسه؟ طب والمحور خدت منه ليه حضرتك انت؟ دخلت وطلعت في دقيقه. دخلت في، لا مش في دقيقه ولا ما كملتش. لن اعرض الرجل المحترم شريكي في هذا الوقت وشريكي دلوقتي لاي احراج، هو الدكتور حسن راتب. والناس زي ما بقول حضرتك، الحرب من حبه ناس ضعيفه النفوس، يؤسفني ان انا اقول كده يعني، ما بحبش اغلط في حد، ولكن ضعيفه النفوس. انا ما اقبلش على نفسي كلمه، بقبل على نفسي خلاص الحرب، انما ما اقبلش على الدكتور حسن، انا اسف، ولا كلمه. فيعني انما بكل حب ومحبه زي ما دخلنا، وما فيش اي حاجه يعني، بالعكس انا بحترمه جدا جدا جدا. الراجل ما غلطش ولا هو اللي يطلع ابدا خالص، عشان بس اقول لك عمره. انا اللي قلت له مش عايز اعملك اي حرب، اصحاب النفوس الضعيفه فاكرين نفسهم وطنيين اكتر من هي. الوطنيه مش كلمه، الوطنيه شغل صحيح، واجتهاد واستثمار. واللي يضع كل فلوسه بعد 25 يناير، واللي بيستثمر في صناعه كثيف يعني بتاع الدول، كل ما املك حتى زي في. انا مش هقول على نفسي ومش هزايد على وطنيه حد، ولكن انا بتكلم على اللي كانوا بيتكلموا بيزاد على حضرتك. ف يعني انا بقول لهم انا رجل صناعه، والمهم ان احنا نبني البلد، لان البلد عمرها ما تتبني غير بالحب. يا ريت تشيلوا الاحقاد اللي جواكوا، عشان الاحقاد ما بتبنيش. انا طبعا نفسي زي ما بقول حضرتك رساله للحب، نحب بعض. طب حضرتك سياسه تحريريه في الموقع الجورنال بتاع حضرتك؟ ساعات كتير جدا، ساعات كتير جدا 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 ما بقراش، لاني مشغول طول اليوم ولا اعرف حاجه. ويمكن الكلام ده بعلنه اهو، بقول لحضرتك ان الناس ساعات بتزعل مني وانا ماليش دعوه باي حاجه. انا ممكن اتشتم في الجورنال ده وانا ما اعرفش. والله ماليش دعوه تماما بالتحرير تماما، فصل الملكيه. وعملنا كده ميثاق شرف اعلامي مع الاستاذ، شفت الصور بتاعته، الايفنت بتاعه كان موجود، شفته ديار رشوان، وقلنا ما لناش دعوه. ودي كان اول سبق حصل
ان انت تعمل ميثاق شرعي وعالمي ان انت بتفصل الاداره عن الملكيه عن التحرير. فعملت كل حاجه بس الناس برضو هو انت بتتدخل. الو اليوم السابع كاتب عليا يا اخي انا مالي، انا اسف بس انا مالي يعني انا ماليش دعوه، ما انا بتكتب عليا كل يوم من كل حته، بقول لك يمكن اليوم السابع يكون شاتمني وانا ما اعرفش، يعني ما اعرفش خالص حاجه عن التحرير، بس انا مؤمن جدا ان المؤسسه دي ممكن تبقى مؤسسه كبيره، حاجه اعلاميه ضخمه، ممكن تعمل لها قناه يعني. احنا انا من ضمن افكاري ان تعمل قناه جوه اليوم السابع، مش قناه في التليفون، قناه على الموقع نفسه، قناه حقيقيه يعني يجي فيها برامج و لان انا مؤمن جدا بالصحافه الالكترونيه، ومؤمن جدا بان هي اسرع وسيله للناس، ومؤمن ان هي ممكن. احنا عملنا كايرو بوست ليه؟ عشان نصرح صوره مصر بعد ثوره 30 يونيو لدى بالانجليزي لدى العالم الخارجي. كايرو بوست دي كلها بالانجليزي على موقع اليوم السابع. ولكن برضو حرب الاعلام، انا بقول لك انا رجل صناعه وبعترف لهم ان انا رجل صناعه. احنا في النهايه بنشكر احمد بيه، ابو هشيمة في حواره معانا البوت اخبار اليوم، وسعداء جدا بك يا فندم. شكرا جدا.